تعالوا نروح لليوم السابع. حضراتكم عارفين طبعا ان مؤسسة اليوم السابع هي واحدة من اهم واكبر المؤسسات الصحفية والالكترونية، وكمان اللي ليها دور اجتماعي مجتمعي مهم جدا، مش بس في مصر، يمكن من اكبر المؤسسات الصحفية والالكترونية في الوطن العربي كمان، وتاريخ اليوم السابع يشهد بده. والحقيقة انا بتوقف قدام اليوم السابع مش بس علشان قوة الموقع وقوة المتابعة الإخبارية والأخبار والأحداث وكمان اللايفات والحاجات، يعني عندهم كمان قناة تلفزيونية تنافس القنوات التلفزيونية المعروفة، لكن أنا بتوقف قوي وبيعجبني قوي في اليوم السابع المبادرات التي تطلقها. بحس إن في مسؤولية اجتماعية ومسؤولية وطنية عند القائمين على اليوم السابع، هو اللي بيدفعهم إلى أنهم دايما يطلقوا مبادرات هدفها الصالح العام وهدفها حماية المجتمع وقيم المجتمع وشباب وأطفال المجتمع. النهاردة اليوم السابع عاملة مبادرة الحقيقة مفيدة جدا، وبالصدفة تتماس جدا 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 مع توجهي الشخصي اللي انا قلته لحضراتكم في البرنامج هنا عشرات المرات، وهو الانترنت والسوشيال ميديا وكل تكنولوجيا العصر الحديث دي مفيدة ومهمة وحلوة وعظيمة وكل اللي انتوا عاوزين تقولوه، بس الحقيقة اعراضها الجانبية او مخاطرها السلبية في منتهى الخطورة على اجيالنا خصوصا الصغيرة من الاطفال. وهي دي مبادرة اليوم السابع في كيفية حماية الاطفال من مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا والالعاب الالكترونية اللي ليها تأثير سلبي جدا. رئيس مجلس ادارة مؤسسة اليوم السابع معي على الهاتف الصديق العزيز والكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص. مساء الخير يا استاذ اكرم. مساء الفل، مساء الخير، ازي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. الحمد لله بخير. اولا انا بحييكم كمؤسسة على فكرة المبادرات اللي ليها علاقة بالمسؤولية المجتمعية، اللي يمكن الناس تفتهم انها بعيدة عن العمل الصحفي والاعلامي، لكن انا رأيي ده لب الفهم الحقيقي للعمل الاعلامي. طبعا الحقيقة الزملاء في اليوم السابع، احنا انت عارف ان عندنا اغلب الزملاء اصلا بدأوا شباب وما زال في عدد كبير من الشباب. صحيح. لكن كمان الحقيقة اتجوزوا وعملوا بيوت وشافوا اطفالهم وهم اتولدوا، يمكن الجيل ده اسس قوي في الصحافة الالكترونية ومواقع التواصل وكده، فعارفين مميزاتها واستفادوا بيها والصحافة. لكن خلينا نقول انه الاطفال والمراهقين وعند سن معين، ويمكن على فكره الشباب، يعني حقيقه الانترنت انت قلت حاجه مهمه جدا، ولو مميزات عظيمه يعني محدش، وبعدين محدش يقدر يمنعه ولا يوقفه. صح. ولكن الحقيقه انه مثلا الواحد بيشوف اجانب وبيشوف خبراء وبيشوف تفاصيل في مجلات وفي، يعني القضية بالمناسبه مش عندنا بس، القضية في العالم كله. صحيح. مجرد انت طبيعي في احتفال بتنشر صور طفل صغير على البلاج او في احتفال او غيره، تكتشف ان الخبر يقول لك لا انت ما تحطوش، ولازم وانت بتعمل صفحتك في التواصل الاجتماعي في اختيارات لازم تعملها ان انت تحدد عدد اللي هيشوفوه، وانه الناس ما تعملوش داونلود مثلا او تستغله في عدد. مفهوم. فكره كمان المراهقين وارتباطاتهم بالديب ويب، الشبكه العميقه اللي فيها جريمة وشذوذ ومخدرات ونصب وسرقة وتفاصيل كثير. مظبوط. التنمر الالكتروني. صحيح. واحنا ما بنقول الحقيقة يعني بطل يوم السابع، عشان كده انا بقى فعلا هم الناس عندنا الشباب كمان مدركين، حتى ما بيكتبوا مقالات لانهم حاسين عندهم اطفال واصبح عليه وهو شاب وتولد في عصر الانترنت، عاوز يعرف ابنه يشوف قد ايه او مزبوط. يشوف ايه وبيستفيد في التعليم ولا لا. لا، وحضرتك محق يا استاذ اكرم في فكره ان دي مش قصه تمثل مشكله عندنا بس، دي قصه عالميه. لا لا لا، امبارح اليونيسيف نفسه الثقافه العامه في الامم المتحده مطلعه تحذير. اليونيسيف والامم المتحده وكل المنظمات، وبالمناسبه منظمات الملكيه الفكريه منظمات كبرى تمام وخاصه بالاطفال وبالمراهقين، وعاوز اقول كمان بالشباب. صحيح. اللي هو كمان اصبح اللي بيبث او انت بتتعرض، ما انتش عارف ده صح ولا غلط، ده حاجه تنام بيلعبوا، حتى مش عاوز اقول يعني في ضبط المصنع بتاع البني ادمين. أيوة والله. ضعيف في نفسيته. صح. في انتمائه لبلده، في انتمائه لمجتمعه، في كراهيته لاسرته، بيخلي بعض الناس في لعب، عرفنا حالات انتحار وحالات قتل للاسره وغيره. مظبوط. شباب مراهق. فاحنا بنتكلم اولا ده بحر زي البحر بالظبط، محتاجين
نعلم اولا ولادنا العوم، ثانيا الاطفال في سن معين يفترض انه ما يتعرضوش اكثر من عدد معين من الدقائق او لا. فكره التعرض دي فكره هنتكلم فيها، بس كمان انا بشكرك على الاشاره لفكره الالعاب الالكترونيه دي، لانه دي عامله زي السم في العسل، تحس ان اللعبه موجوده للتسليه وبتاع، لكن بتدمر جيل كامل وتدمر اسره وكذا. ده يمكن اليونيسيف محضرين من لعبه جديده اسمها الوشاح الازرق، وقبل كده كان في الحوت الازرق، مش عارف ايه حكايه الازرق، موضوع الموضوع الازرق ده خطر. بالمناسبه في مصر، في مصر في حالات مراهقين يا اما حصل لهم هو مشاكل كبيره مظبوط، او عرضوا اسرهم لخطر صحيح بسبب لعبه الحوت الازرق دي من حوالي 3 سنين مظبوط. وكمان ساحه مفتوحه، يعني انت ما انتش عارف بالظبط ايه حجم المجرمين او حجم الناس. في ناس اسوياء كتير، بس تخيل نسبة الجريمة، هي نسبة الجريمة في العالم الواقعي، ولكن المجرم هنا متعلم كويس وعنده أدوات وعنده درجة ما من الذكاء. صحيح ده خطر برضه إضافي يجب. لا، ولما البروجرامرز دول يسوقوا عيول عقول الأطفال هيجدوهم مادة يعني لينة جدا في إيديهم. هو في بقدر يعني طبعا، يعني نشكر طبعا يعني الحمد لله إنه كمان داخل هذه الشبكة في متطوعين كتير، في بالمناسبة شباب كتير بيتطوع لتوضيح الصور، بيتطوع للدفاع وتقديم أدوات إزاي أنا لو حصل هاكينج أتعامل معاه، يعني في طيبين كتير جدا. لكن المشكلة دايما إن الأشرار بيبقى عددهم قليل، بس بيبقى خطر زي بالظبط اللي بيعمل الطاقة الذرية للعلاج وللإضاءة وبيعملها للقتل يعني. طيب النقطة بقى المهمة، فكرة التعرض دي، لأن دي الحقيقة للناس، أهالي كتير قوي 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 ما بياخدوش بالهم من مشكلتها، إنه كتير من ولادنا دلوقتي بيقعدوا على الموبايل ولا على المواقع ولا كذا بالأكتر من 10-12 ساعة في اليوم الواحد، والأهالي فرحانة يقول لك كويس إن أنا خلصان من دوشتهم، كويس إنه قاعد ما بيعملش مشاكل، في حين إن دي مشكلة المشاكل. طبعا أنت ممكن يكون أولا، وده غالبا يعني الحقيقه مش يكون اولا، لو انت مش ضابط يعني في دايما الضبط العائلي ده موجود سواء على الديسكتوب او على الموبايلات او في مواقع البحث. صح، الضبط العائلي والبحث الامن، البحث الامن ده لازم تتاكد انه موجود عشان اولادك ما يروحوش مواقع كده او كده. تمام. النقطه الثانيه الحقيقه فتره الاحتفاظ، يعني ناس كثيره جدا ومهمين ومناصب وناس على فكره من اصحاب شركات التكنولوجيا بينصحوا ان الطفل قبل العشر سنين او قبل الثمان سنين مفترض انه ما يبقاش فيه اكتر من نص ساعه او ساعه، وانت تحدد له حاجات اطفال حاجات تربوي، لانه لو قضى فتره طويله بيحصل لنوع من الادمان. مظبوط. والادمان بالمناسبه للكبار والصغيرين، فده كارثي، لانه بيجعل الانسان غير قادر على التعامل مع الحياه الطبيعيه. صح صح. وحتى بالنسبه للشباب، الشاب اللي بيقضي نص يومه على المواقع والسوشيال ميديا، امتى هيشتغل وامتى هيتعلم وامتى يكتسب مهارات وامتى كذا، يعني في النهايه كمان بيفرغ اجيال من قدرتهم على العمل وكسب المهارات والانتاج. ده في حاجه اخطر الحقيقه، دايما دلوقتي في اعلانات مموله من بعض المواقع او التطبيقات عن التداول والمكاسب والاموال، بعضها بيدخل في النصب، وشفنا من السنه اللي قبل اللي فاتت يمكن او السنه اللي فاتت كان في قضيه شهيره جدا، الناس اللي كانوا بيعملوا حاجه اسمها تعبيد، وانه دخل 100 جنيه فتاخد 5000 جنيه انت في الاول زي توظيف الاموال، وبعد كده سرقوها. التداول المالي لو انت مش خبير في البورصات او غيره بالتاكيد ممكن تضيع. يعني دي نقط كثيره حقيقه ومهمه، عشان كده المبادره فعلا بتاعت اليوم السابع يعني مهمة وبترتبط بالمجتمع، وهي مطروحة للحوار والجدال في المجتمع، يعني نأمل انه فعلا يعني الناس تستفيد منها. صحيح. وعلى قدر الامكان بنجيب خبراء وبنجيب ناس، ولازم مؤسسات كمان تخش زي الامومة والطفولة وزي المجلس القومي للمرأة والتجارب. بالظبط، ده لازم جدا. صحيح. والطفولة، واحنا يعني يعني في اشياء كثيره وبرامج دلوقتي للاطفال ومهرجان للاطفال وغيره زي حتى او الثقافه، ده مهم جدا انه يبقى موجود ويتم طرحه، وفي بعضها بيعالج فعلا الكلام ده. احسنت. واحنا لما بنقول للاطفال بنقول للاطفال والمراهقين وكمان بدايات الشباب، لانه بيرتبط بالسياسه، بيرتبط بالتدخل، بيرتبط بشائعات، بيعالج ضبط المخ وتضليله، يعني في تفاصيل كثيره. لا، هي الحقيقه مبادره مهمه جدا، انا بحييك وبحيي كل الزملاء في اليوم السابع عليها، ويعني اسمحوا لي ان انا اتضامن معاكم في المبادره، ونشوف كل المؤسسات كمان القادره على انها
تعمل حوار مجتمعي ونشوف افكار ونشوف اساليب تحاول ان شاء الله ان تخلي يبقى في تعرض للسوشيال ميديا دون ان نتعرض الى اعراضها الجانبيه. ان شاء الله. شكرا استاذ اكرم. شكرا شكرا جزيلا. شكرا استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره مؤسسه اليوم السابع.